ماما سوسن في ضيفة حابة تشوفك. ما بدي اشوف حدا امي. تقبري قلبي طلعي من هالحالة بقى. لامتى بدك تضلي هيك؟ امي الله يخلي لي اياكي ماني قادرة اني اشوف حدا. اذا بتريدي. ولا حتى انا؟ كيفك؟ خالي ممكن تركينا لحالنا بعد اذنك؟ اي لكان. كيف قهوتك؟ سادة. تكرم عيونك. كيفك؟ هيك ما بدك تستقبليني؟ انتي ضحيتي باغلى شيء بتملكه البنت. والله يا دكتورة ما ضل عندي شيء غالي مشان اخسره. مين بيستاهل تعملي هيك مشانه؟ ما حدا بيستاهل بعرف. بس الناس ذبحوني. تضليعاتهم. وشكوا. وابي قتلني. قتلني بظلمه. كان كل همه يشوف نقطتين هالدم. وانا برجيته اياهم مشان يتاكد اني شريفه. انتي بهالطريقه انتقمتي من حالك وبس. شو نفع الحكي هلا يا دكتوره؟ شو نفع؟ ما في شيء ما بيتصلح صدقيني. بتصلح؟ سوسن أنا ما أجيت لهون مشان نحكي وبس. أنا أجيت لكون معك وللأخير. اسمعيني منيح. باليوم اللي أنت بدك إياه أنا مستعدة رجعك بنت بنوت. مع إني ما بعمل هيك عمليات بس لأنك أنت رح أعملها. أوكي؟ ليش راجع بكير؟ اسمعي ولدي هن كلمتين بتتصلي مع اختك امه لقبل الكلاب وبتقولي له بكره من كل بنت بينزل بيطلع البنت. وحيد وصلي على النبي وطي صوتك في هالمسج. اسمعي قلي اذا ما فهمتي علي لحتى اعلق. ها فهمت فهمت الله وكيلك. هلا بحكي معي وخبرك كل شيء بس انت اهدى وروق. ولك ليش انا من يوم تعرفت عليك الى هلا بحياتي روقت دقيقه؟ ولك حفيوا وحفيوا وغلبوا على ما يتجوزوا هالبنت، وبعدين هيك عملوا معنا؟ لك الله لا يوفقك وجوه العيله الوسخه هاي. شعر الله يهدي الشعر، مسح وشك بالرحمن وصلي على النبي، عم اقول لك ما بصير غير اللي بدك اياه. على كل حال ادعي لربك انه هذا الشاب اللي جاي يخطبها بعد ما تتطلق يمشي الحال معه. والا قسما بالله لاقلب هالدنيا فوق راسكم انت واهلك. عم تفهمي؟ كل شيء بتصلح.